للأسرة الصحفية كلها لسبب، لأن لازم النهاردة نتذكر حاجة مهمة جدا. أشكر إن القاعة دي في يوم من الأيام في شهر مايو الماضي شهدت جمعية عمومية حقيقية ردا على الجمعية العمومية المزعومة اللي اتقال إنها جمعية عمومية. دي الجمعية العمومية الحقيقية النهاردة، الجمعية العمومية المزعومة في العرس الديمقراطي، وقيمة هذه الجمعية العمومية انه النقيب ومفاد كبير في عملية الديمقراطية نسيها 100%. اثبتنا النهاردة ان ارادة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين هي اللي تعبر عنها النهاردة، مش الجمعية العمومية المزعومة اللي تمت في الرابع او اللي قيل انها في الرابع.